خلينا هلا نرجع للتريتمنت. هلا التريتمنت جول زيه زي اي جول لاي ديزيز، بهمني انه اسيطر على الساينز اند سيمتومز، اعمل اراديكيشن للانفكشنز، امنع الكومبليكيشنز اللي حكينا عنها، واكيد دائما عيني على الريزيستنس. بدي اوازن بين اني اسيطر على الانفكشن وما ازيد الريزيستنت ريت، باني اختار الدواء المناسب واعرف متى استخدمه. كمان هاي من الجولز تبعت الثيرابي. النون فارماكولوجيكال ثيرابي اللي هو immunization. بقول لك الجايد لاين immunization may prevent acute otitis media in certain patients but data are conflicting. من معنى هاي الجمله؟ معناها اذا اي حدا بقرا هاي الجمله معناها انه ما في ريكومنديشن لازم ياخذ كل واحد عنده اوتايتس ميديا ياخذ الفاكسينز. ما في داعي كل واحد عنده اوتايتس ميديا ياخذ فاكسينز، بس في كرايتيريا معينه. مثلا بقول لك انه ييرلي انفلونزا فاكسين مور افكتيف ان بريفنتنج اكيوت اوتايتس ميديا بالتشيلدرن اللي اكثر من سنتين. يعني اي واحد اي تشيلدرن تشايلد عمره فوق السنتين ممكن اعطيه ييرلي انفلونزا فاكسين. طب مين يعني كل الصغار ممكن يكون اكثر من سنتين؟ بشوف اذا هو قبل عمر السنتين مثلا غلب اهله كثير انه كثير بصير عنده اوتايتس ميديا، ممكن بعد عمر السنتين نصير نعطيه كل سنه الانفلونزا فاكسين. فهمت علي؟ يعني هاي الجمله ماشيه مع طفل لما كان اقل من سنتين كان عنده هيستوري اوف اكيوت اوتايتس ميديا، يعني كثير كانت تيجي، فبنستنى يصير عمره سنتين بصير نعطيه yearly influenza vaccine. تمام. تاني فاكسين اللي هو مونوموكوكال، بقول لك only with limited overall benefit، يعني ما له كتير benefit على الاوتيتس ميديا وبالتالي ما بنستخدمه. هو protective against infection by vaccine serotype only with limited overall benefit، يعني الداتا مش كتير promising، يعني ما وجدوا انه كتير بيقلل الاوتيتس ميديا. فاذا اذا بدي احكي عن الفاكسينز بقول انه ممكن استخدمها اليرلي انفلونزا فاكسين للطفل كان كثير صار عنده اوتيتس ميديا تحت عمر السنتين. هاي الاميونايزيشن. ثاني نقطة دائما بالنن فارماكولوجيكال ثيرابي بطلع ريسك فاكتورز. اذا في شيء من الريسك فاكتورز موديفايبل بعملها كنترول. طيب شو في عندنا موديفايبل ريسك فاكتورز من الموجودين؟ فايرال انفكشنز ان وينتر سيزون، يعني انا عارف انه جايينا شهر الشتاء وعارف الفايرال انفكشنز عم تزيد وسكندري تو فايرال انفكشن حيصير عندنا اوتيتس ميديا. بحاول اخذ احتياطاتي بالوينتر سيزون، اخذ احتياطاتي انه ممكن اخذ الفلو فاكسين، ممكن انه ادفي البيت، اني احسن الوضع، يقل الفايرال انفكشنز، يعني اي شيء طريقه بقلل فيها الفايرال انفكشن ممتاز. اذا قدرت ما اودي البيبي على الحضانه ولقيت له بديل مثلا، او انا اذا رحت على حضانه الاقي حضانه انه بيحطوا عدد قليل من الاطفال بغرفه بيكون موديفايبل. سيبلينجز، يعني اذا في بيبي عنده اوتيتس ميديا بحاول انه ابعد عن اخوانه عشان ما يعديهم. ميل جندر هذا مثلا نون موديفايبل ما بغيره. يعني ايش عندنا نون موديفايبل؟ ميل جندر بوزيتيف فاميلي هيستوري هاي نون موديفايبل، ينولد معه شف عربي هاي نون موديفايبل، نيتيف امريكان نون موديفايبل. شايفين؟ يعني هذول نون موديفايبل ما بعطيهم لانه ما بتغيروا. اذا بدي اثر بقول موديفايبل ريسك فاكتور بعملها كنترولينج. من الموديفايبل توباكو سموكينج اكسبوجر، الاساس انه الاهل مثلا يعملوا سموكينج سيسيشن، بس على الاقل بده يدخن بدخن على البرنده، ما يدخنش جنب البيبي اللي بضل يصير عنده اوتيتس ميديا. بس فاير يوز مثلا بوقف الهاي اذا وجدت انه عم بصير عنده كثير اوتيتس ميديا ممكن يكون هي السبب. لو سوشيو ايكونوميك ستاتس، يعني اذا قدرنا نحسنه قدر الامكان بتحسن. بريست فيدنج، باكد على البريست فيدنج، يعني بعمل اديوكيشن للام انه انت كل ما زدت البريست فيدنج بزيد الاميونيتي تبعت البيبي، بتقل الاوتيتس ميديا، فاحنا بناكد على البريست فيدنج. اي شيء بزيد الاميونيتي مثلا ممكن نعطيه. اذا في عندي جيرد بعالج الجيرد. كل هاي ريسك فاكتورز اذا شيء موديفايبل وبعمل له كنترول هذا يعتبر من النون فارماكولوجيكال ثيرابي. فبريست فيدنج خصوصا اول 6 اشهر من عمر الطفل هاي مهمه. هلا انتي بايوتيك بريفلاكس، بتتوقعوا انتي بايوتيك بريفلاكس اذا بدنا نستخدمها لاي مرضى؟ مين المرضى اللي بيستفيدوا على الانتي بايوتيك بريفلاكس؟
او المنطق ممكن اذا فكرنا نضيفه نضيفه لاي مرضى. مرضى ممكن الكانسر او مرضى الايدز اللي عندهم نقص مناعه، شغلات زي هيك، او اللي عنده يعني نقص مناعه. طيب غيره، بس مع الاميونوكومبرومايز برضه بده يكون شرط تاني. في قبل المحاضرة الماضية آخرها حكينا عن حالة خاصة من الأوتايتس ميديا، هاي ريكرنت. شو قلنا فينا يصير عندهم ريكرنت أوتايتس ميديا كل شهرين والتالت، ولا هي صار عنده كل شهرين والتالت هي صار عنده. قبل كانوا إيش يعملوا؟ يعتبروا بروفيلاكسس ثيرابي، يعني بقول لك أنا متأكد الشهر الجاي حيصير عنده أوتايتس ميديا، بقوم بعطيه بروفيلاكسس. قبل كان يستخدم للريكرنت أكيوت أوتايتس ميديا، بس وجدوا للأسف إنه صار عندنا ريزيستنت ريت عالي، ريزيستنس ريت عالي بالبكتيريا فوقفوا. وبالتالي هلا الريكومنديشن أنتي بايوتيك بروفلاكس نو لونجر ريكومندد فور تشيلدرن ويز ريكرنت أوتايتس ميديا. إذا قبل الجايد لاين كانت تحكي أعطوا أنتي بايوتيك بروفلاكس إذا عندنا ريكرنت، بس وجدوا إنه البكتيريا ريزيستنس زاد خلص وقفوا. حتى هذا البراكتس بطلنا نعطي انتيبيوتيك بروفلاكسس حتى بالريكرنت كيسز. شو بعمل اذا؟ لما يصير عندنا انفكشن بعالج، بس صار انفكشن بعالج، ما صار انفكشن ما بعطي شيء. هاي نالفارماكولوجيكال. طب نيجي هلا للفارماكولوجيكال ثيرابي. اول خطوه بالفارماكولوجيكال ثيرابي بقول لك لازم افرق بين الثلاث انواع اللي هي اكيوت اوتايتس ميديا، اوتايتس ميديا وذ افيوجن، هذول اللي حكيناهم اول محاضره، والكرونيك اوتايتس ميديا. مين فيهم من الثلاثة إذا بدي أضيف مضاد حيوي لازم ينضاف؟ النوع الأول. فأنا مهم جدا إني أميز بين الثلاث أنواع، لأنه بس النوع الأول إذا قررت أضيف أنتيبيوتيك بس النوع الأول بضيف، النوعين التانيين ما بنضاف لهم أنتيبيوتيك. هاي أول خطوة بالثيرابي. ثاني خطوة أدرس بين، مش إحنا بنحكي في إير بين، كيف بدي أعمل سيطرة على هذا البين؟ بدي أعطي أنالجيزك. طبعا دراج اوف تشويس بالاناليزك دائما البرستامول، لانه هو سيفر دان انسيدز، خصوصا انت عم تحكي عن صغار، كل ما بعدنا عن الانسيدز افضل. اذا فيش مجال للبين مانجمنت للانسيد خلاص بنضيف انسيد. طبعا نحكي اورال او ممكن سبوزيتوري، صح؟ اذا الطفل صغير ممكن اعطيه سبوزيتوري برضه خيار للاناليزك. ثالث خطوه قررنا انه بدنا نعطي قررنا بكتيريا انفكشن انتيبايوتيك، حنحكي عن الدوزز من هاي دوز بين ريليف. عم يحكي عن مايليز، مايليز يعني اذا تعب. فاذا هو شخص كبير وبيشتغل ممكن ياخذ بريك، ياخذ سكليف، ما يشتغل، يحاول ما يتعب حاله، ينام. البين مانجمنت اسيتامينوفين، وهي برضه بيسيطر بين مانجمنت زائد ايش؟ فيفر كمان. خلينا نحكي فيفر، انالجيزيك اند انتيبايوتيك، استامينوفين، انسيدز ميل للايبوبروفين اكثر استخداما. ممكن استخدم توبيكال اير دروب وهي انستيك اير دروب زي البنزوكاين، ليدوكاين اللي هو له اسم ثاني لجنوكاين، تمام. ممكن اضطر لعمليه، مش عمليه هي باي ذا واي، يعني بروسيجر اسمها مايرينوجوتومي او تيمبانوتومي. هاي عبارة عن invasive شوي بروسيجر، اني ببليد معينة خاصة ممكن اعمل تنفيسة، زي ما نحكي تنفيسة او تيني سلايت موجودة بنعملها بالتمبانيك ممبرين، يعني زي بعمل مش عارف، ما بدي احكي جرح، بس مش عارف ايش بالعربية، يصعفني الكلمة، بس هي تنفيسة هيك صغيرة، خصوصا اذا في عندي افيوجن. هو ممكن يجي يكون البين جاي اني انا موجود بالميدل اير في افيوجن كتير، في فلويدز، هاي الفلويدز عم تعمل لي بريشر، عم تضغط، فعم تعمل لي بين لا يحتمل. فاذا البين لا يحتمل حتى نوت ريليفد بالهاي الادويه العاديه، ممكن الدكتور نفسه الاذن انف اذن حنجره يعمل تيني. تيني يعني شيء كتير صغير بحيث ما ياثر على الانتاج تمبانيك ممبرين، ما ياثر على غشاء الطبله ونقعد في مشكله، يعني اكيد لهم طريقتهم. لما بيعمل هاي التنفيسة ايش بيطلع؟ الاير ديسشارج، بيطلع هاي الاير ديسشارج لبرا، برتاح المريض، تمام. فهي تعتبر انفيسيف، انفيسيف لانه ايش؟ احنا بالاخير بده تعتبر سيرجيكال بروسيجر، فهي انفيسيف، فما بنضطر لها الا اذا في كتير اكسسيف
فيوجن والمريض مش قادر يتحمل، فممكن اعمل تنفيسه بيخلص بيطلع الاير ديشارج والفلويد وبيخف الضغط بيخف البين. تمام. طيب نيجي هلا للمهم اللي هو الانتي مايكروبيال. شوفوا الجمله شو بتحكي عشان نلخصها بطريقه واضحه. اول جمله عم نحكي انتي مايكروبيال ثيرابي از يوز تو تريت اوتيتس ميديا. تمام، لانه الاوتيتس ميديا اغلبها بكتيريال. هاويفر، ولكن وجدت دراسات انه هاي بيرسنتج اوف تشيلدرن ويل بي كيورد وذ سيمتوماتيك تريتمنت الون. اللي هي ايش سيمتوماتيك تريتمنت؟ بين، فيفر. هاي يعني ايش معنى الجمله؟ انه احنا عارفين انه الاوتيتس ميديا هي بكتيريال انفكشن والانتي مايكروبيال اللي هو انتي بكتيريال بيعالجها، ولكن اذا تركنا المرضى الاطفال في نسبة عالية منهم ممكن ينشفوا لحالهم بالإميونيتي تبعتهم من غير ما أعطي أنتي مايكروبيا. الجملة الثانية، خلينا نحكي جملتين بعدين أنا بلخصهم هيا حتى بلخص كتير واضح. الجملة الثانية بحكي لك إنه ممكن أأجل أو أأخر الأنتي بايوتيك لمدة يومين لثلاث أيام بالحالات التالية: إذا كان عمر المريض ست شهور أو أكثر والسيمتومز نت سيفير، او عمره ست شهور او اكثر وانسرتن دايجنوسيس. تمام، عمره، واذا بدنا نحكي نان سيفير وانسرتن بنرجع لهاي السلايد. شو تعريف الانسرتن؟ انه مش اول كرايتيريا موجوده. وشو يعني نان سيفير؟ انه البين مايلد والفيفر اقل من 39. تمام، اذا كان عمره ست شهور فما فوق. طيب اذا انا بملخص الجملتين عم تحكي لي الجملة الأولى إنه ممكن لحاله يطيب المريض من غير ما أنا أعطيه مضاد حيوي، مع إني أنا متأكد إنه هو بكتيريال انفكشن. إذا الإميونيتي إحنا مش إنه نلغيها، نلغي دورها، برضه الإميونيتي ممكن تسيطر على الوضع. والجملة الثانية بتحكي لك إذا أنا عندي الحالة نان سيفير يعني مايلد بين أو الفيفر أقل من 39 أو لسه أنسيرتين مش كل الكرايتيريا موجودة، ممكن أأخر لفترة يومين لثلاث أيام وأشوف. طيب إذا بالجملة بمعنى آخر، إذا متى أضيف مضاد حيوي؟ متى أعطي أنتي بايوتيك؟ الحالات التالية less than 6 months. أي مريض طفل أقل من 6 شهور حتى لو كان سيفير، حتى لو كان uncertain، لازم أعطيه مضاد حيوي. ليه؟ لأنه هذا كتير خطير، يعني 6 شهور كتير صغير، immunity تبعته لسه كتير very developing. فيعني هدول لا نعطيهم مضاد حيوي من اول ما نحس انه في عندنا اوتيتس ميديا. هي اول حاله لازم نعطيهم مضاد حيوي. الحاله الثانيه اكثر من ست شهور، بدنا نعكس الجمله هاي، اكثر من ست شهور بس بدل ما احكي نات سيفير لا سيفير. اكثر من ست شهور وعنده سيفير اوتيتس ميديا، شو تعريف السيفير؟ اذا بتتذكروا مودريت تو سيفير بين اور فيفر اكثر من 39، هذا السيفير. اذا عمه كبير بحكي لك البين مدرك سيفير، او اذا كان ولد صغير والفيفر كانت فوق 39، خلص هذا دغري بضيف له مضاد حيوي. طيب حاله حاله، افرض انا اخرت هذا المضاد الحيوي لهدول الحالتين 48 ساعه ل 72 ساعه. بعد هاي الفتره المريض يا انه بتحسن بيكون من الهاي بيرسنتج وبتروح السيمتومز واموره بتحسن. ايش يعني بتحسن؟ يعني بتقل الفيفر، بيقل البين، الاير ديسشارج بطل يبين، البيبي بصير ياكل يشرب ينام، هاي معنى امبروفمنت. ساعتها خلص بقول انا فعليا عن جد الاميونيتي تبعته حسنت الوضع وما في داعي اعطي مضاد حيوي. وممكن العكس، اخلص الثلاث ايام وهالبني ادم مش راضي يتحسن، الفيفر ما عم تنزل، البين لسه موجود، لسه الهبس تبعت الاكل والنوم مش متحسن، ساعتها لازم اضيف مضاد حيوي. اذا ثالث حاله، اذا انا استنيت ال 48 ل 72 ساعه وما في امبروفمنت، ساعتها لازم اضيف مضاد حيوي حتى لو كانت الحاله لان سيفير او انسرتن. حدا فاهم اشي من اللي انا شرحته؟ مين عنده قدره يلخص اللي انا حكيته؟
آه دكتور أحكي بس بدك هلا طريقة ملخص إنه بطريقة بسيطة إنه الطفل تحت 6 شهور لازم يعطي مضاد حيوي والست يعني. شهور ممكن نستنى من 48 ساعة ل 72 ساعة إذا ما صار عنده تحسن بالأعراض نعطيه مضاد حيوي والحالة الثالثة بس اللي مش متذكر وإذا تحسن خلص بيكون هو الإميونيتي إذا تحسن خلص ما بنعطيه مضاد حيوي بس الحالة الثالثة أصلا سيفير حتى لو كبير سيفير سيفير أوكي شيء حتى لو كبير سيفير معنى سيفير إنه البين كتير مدرته سيفير أو الفيفر عالية هذول لازم نعطيهم حتى لو أكثر من 6 شهور. حدا تاني خايف إنه مش فاهم يعني إذا معنى الجملة إنه مش كل مرضى واحد كل واحد عنده أوتيتس ميدا لازم تعالج أنتيبيوتيك يعني ليش أصلا هم عاملين كل هاي الريستريكشنز كل هاي الريستريكشنز عاملينها عشان البكتيريا ريزيستنس ولا لو أنا مش خايف من البكتيريا ريزيستنس خالص كل واحد أوتيتس ميدا أعطيه أنتيبيوتيك كل واحد أوتيتس ميدا أعطيه أنتيبيوتيك بس إذا فعليا عن جد إنه في هاي بيرسنت بيطيبوا لحالهم ليش أعطي مضاد حيوي ليش أزيد الريزيستنت للبكتيريا وانا متاكد انه بكتيريا انفكشن انا عارف انه بكتيريا انفكشن بس ممكن لحاله الاميونيتي يسيطر على الحاله وهي اثبتت الدراسات انه هاي بيرسنت اوف تشيلدرن عن جد بيطيبوا لحالهم فليش اعطي مضاد حيوي وليش ما اعتمد على الاميونيتي تبعتي هلا بصفي في حالات حرجه انه الاصغر من 6 شهور لا حرام ما من خاطر بحياتهم الاكثر من 6 شهور وسيفير لا برضو ما بخاطر تمام الست شهور اكثر ومش سيفير واستنيت 3 أيام على الاميونيتي تبعته والاميونيتي ما انقذته لا خلص ساعتها بضيف المضاد الحيوي اذا هون بهذا السلايد فهمنا متى اضيف المضاد الحيوي هلا نيجي على المضاد الحيوي المضاد الحيوي دراج اوف تشويس هو هاي دوز اموكسيسيلين ليش هاي دوز لانه هاي السلايد اذا بتتذكروا قلنا بالإتيولوجي انه في عندنا ريزيستنت إتيولوجي هون نعم شلون هون انه في عندي كثير بنسل الناس السيتبل او ريزيستنس ريت حلها هاي نضيف هاي دوز بنسل اموكسيسيلين عشان اقيم يعني انا اذا عندي يعني بالكاينتكس اذا عندي بكتيريا ريزيستنس لدواء معين شو الحلول كالتالي شو عندي حلول اذا انا عندي بكتيريا ريزيستنس قلت لك انا عندي بكتيريا ريزيستنس للاموكسيسيلين شو في عندي حلول الحل الاول ان اعطي هاي دوز اعلى من الريجولار دوز فبتقضي على البكتيريا الحل الثاني اني اغير الدواء فالجاي كان بيقول لك لا خليني انا باطار البنسلينز والاموكسيسيلين هذول اللي هم يعني يعتبروا من الادويه القدام واستخدموا كثير بس بعلي الدوز يعني انا هيك ممكن ابدل الدواء بس خليني اضلني باطار اني اعلي الدوز واعطيه بدوز اعلى من الريجولار دوزز ليش كمان شجعهم هذا الخيار السايد افكتس تبعت الاموكسيسيلين ايش هي يا جماعه شو فينا سايد افكتس الاموكسيسيلين يعني ما احنا لما نحكي هاي دوز معناه في ريسك للسايد افكتس ممكن يصير معه بس بالجي اي يعني زي دايره هي او شيء زي هيك بس يعني مش هالشيء الكثير دكتوره غيرك شارك ماشي حاضر طيب بدي حدا غير هيثم شو عمره حدا سمع بسايد افكتس تبعت الاموكسيسيلين يعني احنا لما نحكي لما نحكي هاي دوز معناه انا في ريسك سايد افكتس فهم راحوا طلعوا على السايد افكتس تبعت الاموكسيسيلين وجدوها مش كثير خطيره فانا بعلي الدوز شو في عندي سايد افكتس للاموكسيسيلين دكتور الجي اي يس جي اي جي اي زي مين زي دياريا نوزيا فوميتنج اند دياريا انا بتذكر ضفت سلايد على فكره فيه سايد افكتس هيا يس جي اي بنسميها اللي هي نوزيا فوميتنج دياريا ستومك بين وهذا بزيد كثير اذا كان عندنا كلافيولينيك اسيد معه تمام ممكن يعمل لنا هيدك راش لما نحكي اليرجي هاي رير سايد افكتس يعني دائما الاليرجي رير احنا بنحكي لما نحكي سايد افكتس نحكي عن الكومون الاليرجي لا يعتبر كومون سايد افكت هذا انا ما حسيت دكتوره اذا في اليرجي ما بنعطي اموكسيسيلين نبعد عنه محكي كومون قصدي ام نحكي اليرجي فشوفوا شو سايد افكت تبعته مش كتير بتخوف بقول لك حتى لو ضفنا هاي دوز عليت الدوز ما
ما عندي مشكلة بالسايد افكتس تبعته، عشان هيك الدوز بتكون عالية. كيف تنحسب الدوز خصوصا بالصغار؟ بير كي جي، يعني لازم نعتمد على الوزن، 90 هذا حفظ، 90 ملي جرام بير كي جي بير دي. طيب لما احكي انا الجملة ان انا 90 ملي جرام بير كي جي بير دي، مع مراعاة انه in two divided doses، يعني لو اعطيت قلت لكم انه مريض وزنه 10 كيلو قديش بدها تصير الدوز؟ يعني خلينا نشوف، نقول اكزامبل مريض بيبي وزنه 10 كيلو بيبي وزنه 10 كيلو قديش الدوز بدها تكون؟ تسعين يساوي 9 ملغرام بير دي. طيب إذا الجملة بعدين تحكي لي in two divided doses، معناها هاي 900 بدها تصير by 2، 900 by 2 ولا 450 by 2، يعني هاي 900 by 2 ولا 900 بقسمها 450 باي 2. ايوه ممتاز، يعني هاي لانه ايش هاي خطأ يعني فادح. لما نحكي بير دي يعني انا بكل اليوم لازم اخذ 900، طب هو هذا الكانتكس تبعه بقسمه لجرعتين، ف 900 بده يتقسم، فاذا 900 باي 2 هاي خطأ، هاي بدها تنشغل. طيب هلا فهمنا 450 باي 2. طيب ثالث سؤال بالكيس ممكن نبقى اقول لك، يعني ليه من بيأنا 5 مل، هلا هو الدواء بنقول صغار احنا، اذا كبير بقول لك جرعه معينه لانه فيكست تابلت، بس الصغار عندنا ملات يعني عندنا سيرب او سسبنشن، بقول لك علما بان مثلا ايتش 5 مل اوف سيرب، كل 5 مل من السيرب كونتينز مثلا 225 ملي جرام اموكسيسيلين، كم مل لازم ياخذ المريض؟ ياخذ 10 ملي باي 2، 10 ملي باي 2. بحكي ايش؟ بقول كل 5 مل، يعني الكل يفهم، 5 مل ايش؟ فيها 225. طيب انا بدي هون بقول انا بدي 450، كمل شايفين نسبة تناسب، بقول كل 5 مل فيها 225 ملي جرام، طب انا بدي الجرعه الواحده فيها 450 ملي جرام، اذا انا كم مل لازم اخذ من الدواء؟ فهي نسبه وتناسب، بقول 450 ضرب 225 تقسيم 5 اوكي، ويساوي ال 10 مل. اذا بحكي للام انت لازم تعطي 10 مل من هذا السيرب باي 2، ما انسى الباي 2، 10 مل صباحا و10 مل مساء. حدا عنده سؤال؟ حدا فاهم كيف حسبنا؟ طبعا احنا لو كان تابلت للكبار بقول 450 اشي الى 500، بقول 500 باي 2. طبعا فيش حدا وزنه 10 كيلو من الكبار، بس افرض من الاخير انت وصلتي لحسبه انه بدك تعطي 500 باي 2 مثلا، احنا اغلب الكيسات حنجيبها انه صغير بالعمر عشان تحسبوه بالملات. واضح يا جماعه؟ طيب افترض انه واضح لانه حدش مجاوب علي. فهو هذا الاكزامبل انه انا بدي احكي 90 ملغ بير كي جي مقسمه، طبعا الديوريشن 10 ايام، بده يكون ضل ماشي على الدواء 10 ايام. هلا اذا اثبت انه انا عندي بيتا لاكتاميز بروديوسينج باثوجينز، او بمعنى اخر انا عندي سيفير كيس، خليني اورجيكم الجدول. جدول بحكي لي اموكسيسيلين اذا عندي نان سيفير، وهي اي حاله، متى بنعطي نان سيفير دواء؟ هلا حكينا متى بنعطي مريض نان سيفير دواء؟ بعد ما نستنى يومين ثلاثه، بعد ما نستنى دول الديليد وبالاخير ما تحسن لحاله على الاميونيتي بضيف دواء. اذا نان سيفير بضيف اموكسيسيلين لحاله
واذا سيفير من البداية بضيف اموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد لانه اقوى. تمام؟ طبعا الكلافيولينيك اسيد برضو له جرعة. له دوز. فهو يعتبر دوزته 6.4 ميلي جرام بير كي جي بير داي. فانا هاي الجرعة كاملة. 90 ميلي جرام بير كي جي بير داي من الاموكسيسيلين. و 6.4 ميلي جرام بير كي جي بير داي للكلافيولينيك اسيد. وهذا نفس الحسبة. 6.4 إذا وزنه 10 بصير 64 ملي جرام ويساوي 32 ملي جرام بير داي ونفس الحسبة. تمام؟ حتى أنا من المحاضرة اللي قبل هاي حسبناها وهي بنسبة كلافيولينيك أسيد هاي حسبناها بصير 32/2 ولو قلنا كل 5 ملي بنصير فيها 16 ملي جرام كلافيولينيك أسيد بيطلع بدنا في الأخير 10 ملي. طبعا أنت لو حسبته لواحد باي ديفولت الثاني بنحسب. تمام؟ بس انتوا لازم يعني تحسبوهم يعني صح اكوريت. بس احنا بالبراكتس قصدي من 10 مل فيها نفس زي ما بطلعها للاموكسيسيلين حيطلع باي ديفولت معي الكلافيولينيك اسيد. خلص بحسب بس للاموكسيسيلين بالبراكتس. اوكي يا جماعه. هلا في حدا مو فاهم الحسبه لان بدي انتقل لنقطه ثانيه. طيب هذا الجدول عم بيحكي لي اموكسيسيلين نون سيفير اموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد اذا عندي سيفير. نيجي هلا على قصه الالرجي. طيب افرض انا قلت لكم بالكيس انه عندي بنسلين الرجي شو بنعمل؟ شوف الالرجي يا جماعه الخير اول شيء هذا السلايد بيحكي لك شو في عندي الرجي للبيتا لاكتامز. مش كل الالرجيز نفس الليفل. شوفي اول شيء يعني عشان نكون فاهمين مش بس هيك بنحكي بنسلين الرجي. وهي الالرجي لما نكون انافلاكتيك شوك وموت غير لما نكون الالرجي راش. تمام؟ فالالرجي انواع. بنسلين الالرجي او بيتا لاكتام بنسلين بيتا لاكتام الالرجي عندي تايب 1 2 3 4. تايب 1 اكيوت انافلاكسيس اورتيكاريا. يعني لما نقول اكيوت انافلاكسيس هذا بالمستشفى بدخل المستشفى بيعطوه تنفس اصطناعي بنلحقه او ما بنلحقه فهذا يعني كل ما مشيت من 1 لـ 4 بخف الالرجي. تمام؟ هون يعني 1 هو أسوأ انواع الالرجي انه يصير عندي انافلاكتيك شوك اكيوت انافلاكسيس. فهي فيش فيها مزحه بنسميه سيفير الالرجي. رقم 2 ان الالرجي او تايب 2 هيمولايتيك انيميا. ايش يعني بصير؟ بصير عنده انيميا السيلز الار بي سيز بتبلش تتفجر بصير عندنا انيميا. هاي برضه تعتبر سيريس بس ايش مشكلته؟ ما بتبين. يعني هون اكيوت انافلاكسس بيروح على المستشفى لانه بطل يعرف يتنفس. هون هيمولايتيك انيميا ممكن ما تبين على المريض هو بصير عنده انيميا بس ما ببينش عليه هو كشكله. ممكن يصير اصفر ممكن بس امتى بلقطها؟ اذا هو بالمستشفى فجاه بلاقي الهيموجلوبين نزل بطريقه كثير كبيره. برضه بلاقي هايبر كاليميا هايبر كالسيميا هايبر يوريسيميا. يعني في كرايتيريا معينه لها هاي الهيمولايتيك انيميا. ثالث نوع من الالرجي سيرم ديزيز. يعني ايش؟ فيفر. مين اللي بيجي عندي سيرم ديزيز؟ يعني بصير عندنا دراج فيفر. يعني بتزيد الحراره تبع المريض بعد اضافه الدراج. هاي مش كثير كومون. رابع نوع من الالرجي هي الكونتاكت ديرماتايتس. يعني اللي هي الراش اللي بتعرفوها راش. فيعني انا بتوقع اللي انتم بتعرفوه او مر عليكم هي يا كونتاكت راش يعني بيطلع راش على جسمه من الدواء او بصير عندنا ايش؟ اكيوت انافلاكتيك شوك. تمام؟ فهم في العلميه شو بيعملوا؟ هذا تايب 1 بيعطوه خصوصيه بنقول تايب 1 الرجي وعدى ذلك بنقول نون تايب 1. يعني بفترض انه الثلاث انواع الثانيه ثلاث 2 و3 و4 جروب وتايب 1 جروب. عشان هيك ايش عم بحكي لك؟ هيو نون تايب 1 وتايب 1 لان تايب 1 فيش فيه مزح نهائيا. نان تايب 1 لا ممكن المريض يتحمله. طيب هلا واضح الانواع لان بدي انتقل على نقطه ثانيه احكيها اسمها كروس الرجي. انواع الالرجي واضحه. تايب 1 هي انافلاكتيك شوك هي بتدخل المستشفى هذا بنسموه تايب 1 و2 و3 و4 بنسميها نان تايب 1. ما بين ديرماتايتس ما بين انيميا ما بين فيفر بس مش لدرجه انافلاكتيك شوك. طيب ثاني نقطة بدي احكيها في شيء اسمه كروس الرجي. هلا البنسلين
مين الجروب الكبير اللي فيه كروس أليرجي مع البنسلين؟ ممتاز. شو تعريف الكروس أليرجي؟ يعني معنا بقول لك في عندي 25% من المرضى اللي عندهم بنسلين أليرجي إذا أعطيتهم سيفالوسبورينز حيصير عندهم أليرجي. مرة ثانية، شو تعريف كروس أليرجي؟ كروس أليرجي معناه إذا عندي مريض عنده بنسلين أليرجي، خلاص رسمي هو بنسلين أليرجي، عنده نسبة 25% إذا أعطيته سيفالوسبورين يصير عنده أليرجي، هاي بنسميها كروس أليرجي، تمام؟ طيب إذا بالمنطق إذا الأليرجي تايب 1 بخاطر بالسيفالوسبورين؟ دكتورة حسب نوع الأليرجي. ما بقول لك تايب 1. لا 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 دكتورة ما لا لا ما بخاطر 1 لا بخطرش لأنه أنا أصلا عندي 1000 أنتي بايوتيك، يعني في الله ما لخ ما خلق إلا السيفالوسبورين، خلص ما بختار السيفالوسبورين، ما بخوف المريض، ما بعرض حياته للخطر. هلا بقول يا جماعة البايك إن شاء الله اليوم أنتوا كتير مزعجين نوعا ما. إذا عندي تايب 1 أليرجي، قلت لك تايب 1 أليرجي، خلص كل السيفالوسبورين بلغيها، ما بعرض مريض نهائيا مرة ثانية للأنفلاكتيك شوك حتى لو كانت نسبتها 25%. ليه؟ لأنه أنا عندي كتير أنتي بايوتكس، ما بروح ما بقدر شقد السيفالوسبورينز نهائيا إذا هو تايب 1 أليرجي اللي هو أنفلاكتيك شوك. إذا حكيت لك نن تايب 1 أليرجي، لا ساعتها ممكن أعطيه سيفالوسبورين، والله صار عنده خلص بقيمه، ما صارش عنده بقيمش. إذا المرة الثانية اللي بيهمني بالأليرجي هو تايب 1، عشان هيك عم بحكي لك إيش هون بالخيارات، سيف دينير، سيف يوروكسين، سيف بودوكسين، هدول السيفالوسبورينز فاستخدمهم إذا عندي نان تايب 1 أليرجي ونان سيفير. يعني نان تايب 1 أليرجي هاي من ناحية الأليرجي، ونان سيفير من ناحية السيمتومز، نان سيفير بستخدم هذا الجروب، هدول أورال. متى بستخدم سيف تريكسون انجكشن؟ هذا أقوى من الأورال. إذا كان نان تايب 1 أليرجي بس سيفير سيمتومز، ما واضح؟ طب وإذا كان تايب 1 أليرجي هذا اللي بخوف، بروح بعطي أزيثروماسين، يعني ببعد عن كل جروب السيفالوسبورينز. إذا مرة ثانية مريضي نان سيفير أوتايتس ميديا بعطي أموكسيسيلين، سيفير أوتايتس ميديا بعطي أموكسيسيلين كلافيرونيك أسيد. طيب نان سيفير نان تايب 1 أليرجي بعطيه من السيفالوسبورينز الأورال، سيفير نان تايب 1 أليرجي بعطيه من السيفالوسبورينز بس الانجكشن. طب إذا كان عندي تايب 1 أليرجي بعطيه أزيثروميسين. مين بده يلخص لي هاي غير هيثم؟ لأنه هيثم لخص قبل شوي. لا بس بدي آخر وحدة اللي قبل الأخيرة دكتورة، الانجكشن. هلا بعيد الانجكشن. سمر سمر غوثاني لخصي لي أنا حكيته. يعني أنا فعليا هون بدي أطلع على شغلتين، أطلع شغلتين. الشغلة الأولى إيش؟ السيفيريتي، سيفيريتي أوف ديزيز، والشغلة الثانية الأليرجي. سيفيريتي عندي سيفير ونان سيفير، أليرجي عندي تايب 1 نان تايب 1. يب. فلو كان سيفير بده يعطي، لو كان سيفير بده يعطي أموكسي إيش؟ كلاف. كان سيفير بده يعطي أموكسي كلاف، إلا في حالة واحدة إذا كان عنده أليرجي. سيفير وتايب 1 أليرجي، يلا سيفير أموكسي كلاف. طب افرض انه قلت لك عنده أليرجي، بدي انزل تحت بدي اسال هل هي تايب 1؟ اذا تايب 1 هل بخاطر؟ هل بخاطر بالسيفتريكس بالسيفالوسبورينز؟ لا، اذا بعطي ازيثرو في كل الحالات، ازيثرو. طيب اذا مش سيفير او مش تايب 1 أليرجي وسيفير، يلا ندور عليها نان تايب 1 نعت انجكشنز. ايوه الانجكشن. شو في عندنا انجكشن من السيفالوسبورينز؟ سيفتراكسون. سيفتراكسون بالضبط، يعني بفكر بانجكشن اللي هو سيفتراكسون.
طيب نيجي للنانسيفير. النانسيفير الاساس اعطيه اكمل هذا السلايد. النانسيفير الاساس اعطيه اموكسيسيلين. طب واذا قلت لك عندنا بانه عنده اليرجي اذا تايب 1 بنضلنا مثبتين ايش؟ ازيثروميسين. طب واذا نان تايب 1 بعطي مين؟ سيفالوسبورين اورال. اورال سيفالوسبورين. هذا اذا الانجكشن. دكتوره كثير هلا حاطين في الجدول انه تايب 1 اليرجي معناه سيفير بنعطي ازيثرو، اما اذا كان تايب 1 اليرجي مع سيفير بدنا ننتقل للكلاندمايسين حسب الجدول. ايش قصدك هون؟ طيب ما في مشكله. خلينا اليرجي حاطين جنبها نان سيفير في الجدول صح؟ انا هيك جدولي القديم يعني انا مطبعاها من زمان. هو هذا نفس الجدول بده يكون اذا سيفير مع تايب 1 معناتها ننتقل للكلندمايسن. طيب ما في مشكله. احنا لسه هينا عم بنثبت ال دكتورة بس كليندمايسن للأطفال ما في هلا من زمان يعني لغوه من سنتين يعني حسب أظن الجايد لاينز الجديد أو شغلات وهيك إنه كليندمايسن عندنا بأردن ما في سسبنشن للأطفال. إحنا إيش إمتى استخدمنا؟ إذا بعد ما أضيف المضاد الحيوي وما في إمبروفمنت بحول. فأنا بدي إياكم هون الأزيثرو يحفظوا للسيفير والنان سيفير. أوكي؟ أزيثرو أو كليرثرو. يعني في تفصيلات هو بالموضوع مش مشكله يعني هذا مش خلافنا الاساسي بس انا بدي اياكم تكونوا فاهمين كيف نتحرك بين الخيارات. يا جماعه سيفيريتي والالرجي. هلا اذا زي ما بتحكي هنادي اذا عندي تايب 1 والسيفير عندي خيارات ممكن اضلني على الازيثرو واعلي الدوز ممكن استنى بعدين اشوف اذا ما في امبروفمنت بحول لكليندا. بس زي ما حكى هيثم كليندا مش كثير استخدم للاطفال. انا عندي مشكله انه عندي طفل هون مش كبار. المهم قبل يعني انسوا هاي اخر اهتمامنا يكون سيفير وتايب 1 بس قبل هيك الكل فاهم كيف احول من بين الخيارات سيفير وما عندي اليرجي اموكسيكلاب سيفير وعندي اليرجي بنزل على الازيثرو. لا اذا تايب 1 طبعا نان سيفير من غير اليرجي اموكسي من غير كلافيولينك اسيد. عندي اليرجي وتايب 1 ازيثرو نان تايب 1 ايش؟ بعطي اورال سيفتريكسون. طبعا انتوا انا في سلايد هون حاططها وين ديما هاي سيفتريكسون مش متذكرين شو الفيرست سكند ثيرد فورث. فعلا لما نحكي سيف دينير اللي قبل شوي هو هيو ثيرد جينيريشن سيف دينير سيف بودوكسيم ثيرد. وايش الثالثة كانت؟ سيفيوروكسيم هذا سكند جنريشن هيو سيفيوروكسيم. بس انا هون اورال اذا عندي نان سيفير انجكشن سيفتريكسون هيو اذا عندي سيفير كيرسز. حدا عنده اي سؤال؟ هلا ثاني جزء من الجدول بحكي اذا صار فيلير. ايش يعني فيلير؟ انا يعني قررت بناء على الكيس سوري تبعتي انه اعطيته اي دواء من هاي الادويه بناء على السيفيريتي والالرجي واستنيت 48 72 7 وما في امبروفمنت شو بصير؟ فلو كان ماخذ اموكسيسيلين بصير اموكسيكلاب. لو ماخذ اورال بده يصير ياخذ سيفتريكسون. ماخذ مثلا ازيثروماجن ما استجاب نعطيه كليندمايسين. يعني هاي متى بيستخدمهم هدول؟ اذا عندي فيلير للثيرابي اللي بلشت فيه ما تحسن بحول لثيرابي ثاني. حدا فاهم اشي؟ هم يا جماعة واضح إن شاء الله. انتوا لما تخلص محاضرة ارجعوا شوفوا اقرأوا بهدوء لخصوا بطريقتكم وإذا في أي سؤال المحاضر جاي اسألوني ما عندنا مشكلة تمام. فاي شوفوا if a child was initially treated with amoxicillin لاحظنا failure. دايما لما نحكي failure معناها ما في improvement. ايش يعني failure to improve؟ يعني الفيفر ما نزلت البين ما قل الليفل تبعه الهابتس تبعت الايتنج ما تحسنت يعني لساته ما بشرب حليب منيح لساته ما بنام منيح يعني كل هاي فيزيكلي مش امبروفمنت بحول لاموكسيكلاب تمام. الديوريشن اجمالا يا جماعه احنا حكينا الاموكسيسيلين هاي ها ايش الديوريشن من اول سلايد فوق 10 ايام
هي 10 ايام اذا اخذت ايش اموكسيسيلين 10 ايام. حتى الاموكسيكلاف مش عارفه اذا بتنقص الفتره. لا بنعطيه برضه دكتور ال 10 ايام، حتى في دكاتره بقولوا لا اسبوعين مرات، بعض الدكاتره بكتبوه، بس هو ال 10 ايام بالعاده. 10 ايام اموكسيكلاف او اموكسيسيلين. اذا اخترنا الانجكشن بتكون 1 تو 3 دايز. طبعا السيفلوكسون انجكشن الاصغر هو 50 ملغ بير كي جي، يعني برضه حسبتها تعتمد على الوزن. هذا السيفلوكسون 1 تو 3 دايز از انف. تمام، اشوف هاي 10 ايام رجعنا، هاي 10 ايام للاموكسيسيلين والاموكسيكلاف. اذا اخترنا ازيثروميسين 5 ايام، سيفتريكسون 1 تو 3 دايز. تمام، برضه ال 10 ايام بيغطي الاورال، اورال سيفتريكسون برضه 10 ايام. يعني هاي شوفوا الجمله اكسبشن تو 10 دايز، يعني الريجيمنز كلها 10 دايز الا الازيثرو باخذ 5 وسيفتريكسون 1 تو 3. Okay. In older children، يعني ليش هون عم نحكي 10 ايام؟ لانه عم نحكي تشايلد، فالاميونيتي تبعتهم مش كثير بدي اعرج عليها، بدي اعطي شيء يغطي 10 ايام. هلا in older children، يعني children child اكبر بالعمر، اذا الاميونيتي تبعته احسن. وكانت mild to moderate ممكن اكتفي بسبع ايام. الاساس اذا 10 ايام. الا بحاله الازيثرو والسيفتريكسون. هلا اذا عمر البيبي شوي اكثر من 6 شهور، يعني بنقول سنتين ثلاثه أو أربعة، كل ما زدنا بالسنين معناها الاميونيتي تبعته افضل، وكانت اصلا سيمتوز مايل تو مودريت، ممكن اكتفي بسبع ايام. سبع ايام از انف. تمام، خمسه لسبع، هو في ناس بقول لك خمسه لسبع ايام، فاحنا خلينا نثبت كالاتي الريجيمز هاي كلياتها الموجوده بالجدول 10 ايام الا، يعني هدول كلهم 10 ايام الا ستريبتوميكسون 1 تو 3 دايز والازيثروميسين 5 دايز. اذروايز اموكسيسيلين اموكسيكلاف الاورال هدول كله بده يمشي 10 ايام. طيب في شيء ثاني بدي احكي؟ طبعا لازم نضلنا متابعين الامبروفمنت اوف سيمبتومز. ممكن اعمل هاي اللي حكينا تمبانوستومي، إذا في عندي إفيوجن مضايقه فممكن بنريح المريض. برضه وجدوا إنه هاي التيمبانوستومي إفكتيف إذا عندي ريكرنت أوتايتس ميديا. بقول لك احتمال تكون الريكرنت سببها إنه دائما الإفيوجن موجود. إحنا قلنا الريكرنت قبل كنا نعطي أنتيبيوتيك بروفيلاكسيس، بس وجدوا هاي التيمبانوستومي ممكن تساعد بالبريفنشن للريكرنت أوتايتس ميديا. هاي برضه من العلاجات. لازم نضل نعمل اسسمنت كل ثلاث ايام. انه شو يعني اسسمنت؟ انه بدي اشوف الفيفر عم بتقل، سيمتومز عم تتحسن، البين عم بخف لدرجه انه خلص يروح البين، الافيوجن الاريديما كله عم بخف، هذا معناه انه عندي امبروفمنت. هذا مش واضح ريزوليوشن اوف سيمتومز occurs over 1 week. يعني انا بتوقع قبل ما يصير resolution تروح كل السيمتومز بدنا 1 week. most children become asymptomatic باليوم السابع، تصير السيمتومز كلها رايحه asymptomatic. pain و fever ممكن يحتاجوا اول يومين to resolve، يعني pain والفيفر اول يومين لثلاث ايام بتحسيهم راحوا. باقي السيمتومز اللي هي بتطول شوي اللي هي الاير ديسشارج، ايش كمان؟ اير ديسشارج مينلي ممكن تحتاج لسبع ايام لتخف مينلي، يعني 100%. تشارج ان اير درام نورماليز اند ذا بس اللي هي مش بس، هي اير ديسشارج بيكم سيروس فلويد. يعني شو يعني سيروس؟ سيروس معناه ليكويفايد. يعني قبل اذا مشان نشوف شوي انه في امبروفمنت، حتى القوام قوام الاير ديسشارج بصير مور ليكويد، يعني عم بيمشي عم بيمشي عم بيروح عم بتحسن، فبصير ليكويفايد اكثر. هاي برضه ممكن تعتبر ساين انه في تحسن. حتى بصير في اير بابلز، يعني كيف بنحكي زي الطريق مشيت، فبصير الفلويد الاير ديسشارج ليكويفايد اكثر، في اير بابلز. هذا ممكن كله معناه انه عم بيتحسن، اموره عم تتحسن.
outcome evaluation أول 48 ل 72 ساعة بعد إضافة المضاد الحيوي المفروض أكثر تنين يقولوا لنا إنه في improvement هي الفيفر والبين. عم بتقلل الفيفر يعني مثلا بلشت 39.5 قبل ما أعطي مضاد حيوي، بعدين صارت 39، بعدين 38.5، بعدين نزل، هذا معناه في improvement. البين كان سيفير بعدين نزل لمودريت بعدين نزل لمايك، معناه إنه في عندي تحسن. هلا إذا ما تحسن المريض بعد 48 ل 72 ساعة بنفكر ايش؟ نغير الدواء. هاي الخيارات إذا ما تحسن. ما تحسن معناها الفيفر ضلت عالية، البين ضل ما في امبروفمنت، البيبي لساته بعيط ما عم بتحسن، أكله ما عم بتحسن، معناها الدواء ما عم بيشتغل. لازم كمان أعمل مونيتورينج لايش؟ للسايد افكتس، أشوف صار عنده راش، دياريا، فوميتينج من الأموكسيسيلين ولا ما صار. اشيك برضه بروح عند الدكتور بشيك هل في افيوجن موجود ولا ما في، يعني مين الافيوجن صراحه بده الاوتوسكوبي لحتى يعني منا فيزيكال اكزامينيشن لحتى اقرر انه هو اوكي ولا مش اوكي. كمان ما ننسى قصه الهيرنج اسسمنت خصوصا بالبري سكول ايج تشيلدرن، لازم نعمل اكزامينيشن للهيرنج وللسبيتش، هذا هو الصح، بس احنا عندنا هون ما بيهتموا بهاي النقطه. هيك بنكون خلصنا الأوتيتس ميديا.